مرحبا بكم متابعي قناة هل تعلم؟ تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية واحدة من أكثر الدول القوية في الشرق الأوسط عسكريا، فبحسب بعض المصادر وصلت موازنة الجيش في عام 2018 إلى أكثر من 19 مليون دولار، وقامت بالتطوير في الكثير من الأسلحة لديها مثل القوات البحرية والجوية وكذلك أسلحة الصاعقة. تنقسم القوات العسكرية في إيران إلى مؤسستين منفصلتين تماماً يتسلحان بترسانة منوعة، بعضها قديم يعود إلى ما قبل ثورة عام 1979، وبعضها جديد صنعته طهران وبالغت في تصوير إمكانياته. فضلاً عن أسلحة أخرى استنسختها من دول عدة، فإن إيران تمتلك القوات المسلحة النظامية التي تشمل القوات البرية والبحرية والجوية، وهناك أيضاً الحرس الثوري الذي يمتلك تسلسلاً هرمياً منفصلاً عن الجيش. تملك الجمهورية الإسلامية جيشاً يضم أكثر من 500 ألف جندي عامل، منهم قوات خاصة يبلغ عدد أفرادها 125 ألفاً في الحرس الثوري، غير أن العقوبات والقيود الدولية المفروضة على واردات السلاح جعلت من الصعب على إيران تطوير أسلحة متقدمة أو شراءها. وللتعويض عن هذا الخلل طورت إيران أسلحة غير تقليدية بهدف التمكن من إنزال الخسائر بالخصم وفي الوقت نفسه تفادي ساحة المعارك التقليدية. ومن هذه الأسلحة الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الهجومية، بالإضافة إلى شبكة من التحالفات في العراق وسوريا ولبنان واليمن. وقد كونت إيران أكبر مخزون من الصواريخ البالستية في الشرق الأوسط، وبعض هذه الصواريخ صنع باستخدام تصميمات سكود الأقدم الشائعة الاستخدام، ويمكن لصواريخ أخرى مصممة على غرار الصاروخ نودونغ الكوري الشمالي الوصول إلى مسافات تبلغ 2000 كيلومتر، أي يمكنها الوصول إلى إسرائيل وجنوب شرق أوروبا وفقاً لتقارير من وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية العام الماضي. ويملك الحرس الثوري أسطولاً من الزوارق السريعة المسلحة بالصواريخ والغواصات الصغيرة التي يمكن نشرها في مواجهة السفن الحربية الأمريكية أو الناقلات التجارية لتعطيل تدفق النفط عبر مياه الخليج. وتقول واشنطن إن طهران هاجمت 6 ناقلات في العام الماضي. تنفق إيران تقريباً 4.5% من الناتج القومي على الأمور العسكرية، فجيشها يعتبر من أقوى جيوش العالم، حيث أنه يضم أسلحة ومعدات متطورة. فالقوات الجوية الإيرانية تضم أسطولاً من الطائرات المقاتلة الأمريكية F-14 بالإضافة إلى طائرات فانتوم. بالإضافة إلى ذلك، فإن قطاع التصنيع العسكري الذي تملكه الدولة الإيرانية أحرز منذ التسعينيات تقدماً في مجالات عدة، خصوصاً في مجال الأسلحة الخفيفة والمدفعية والصواريخ البالستية. لكن إيران تعتمد في صناعة أسلحتها على نماذج أجنبية تطورها داخلياً. وفي تقرير نشرته الخارجية الأمريكية أوضحت أن المقاتلة كوثر التي قالت طهران إنها إيرانية الصنع ليست سوى المقاتلة F-5 الأمريكية مع بعض التعديلات، كما أن أحد الخبراء في التكنولوجيا العسكرية أشار إلى أن إيران طورت أخيرا صاروخا بالستيا يصل مداه إلى 1200 كيلومتر، معبرا عن اعتقاده أن الصاروخ تقليد لنظيره كروز السوفيتي. كما قال إنه في وسع إيران إنتاج صواريخ صغيرة ومتوسطة وبعيدة المدى مضادة للطائرات، وذلك بالاعتماد على نماذج روسية وأمريكية وصينية. وتوجد لدى القوات المسلحة الإيرانية نماذج مختلفة من الأسلحة السوفيتية والروسية، بما في ذلك الطائرات الحربية والمروحيات والغواصات التي تعمل بالكهرباء والديزل، وكذلك الدبابات والمصفحات ونظم الدفاع الجوي الصاروخية والصواريخ الجوية والذخيرة. وتنتج إيران دبابات T-72 بترخيص من روسيا، بينما هناك الكثير من الخبراء يؤكدون أن إيران تمتلك أسلحة سرية غير معلنة لدواع أمنية، لكنها ستكشف عنها وتوجه بها الضربة الحاسمة للعدو عند الضرورة. الكثير من المعدات الدفاعية الفاعلة في مختلف المجالات الدفاعية والبحرية والجوية والبرية غير معلنة لدواع أمنية، وسيتم الكشف عنها متى اقتضت الضرورة.
وتوجد في إيران 7 مجموعات صناعية تنتج الأسلحة والمعدات والذخيرة للجيش والحرس الثوري. تتألف القوات البرية من 350,000 شخص، من ضمنهم 220,000 من المجندين. مدة الخدمة الإلزامية 21 شهراً، مع أكثر من 1600 دبابة، بما في ذلك 480 من طراز T-72 و 150 من طراز M60A1 الأمريكية، وحوالي 100 من طراز شيفتن البريطانية، وحوالي 540 دبابة سوفيتية T-45 و T-55. وتملك القوات الإيرانية حوالي 600 عربة قتالية مدرعة BMB و 640 عربة نقل جنود مصفحة BTR، وكذلك أكثر من 8700 مدفع وراجمة صواريخ. وتملك القوات البرية كذلك أكثر من 200 طائرة هليكوبتر من مختلف الطرازات والأنواع، وحوالي 180 بطارية دفاع جوي سوفيتية وصينية وروسية. وتضم القوة البرية لفيلق الحرس الثوري حوالي 100,000 مقاتل، وخلال شهر يمكن تعبئة حوالي 3 ملايين شخص في قوات باسيج. القوات البحرية تضم 18,000 عسكري، بما في ذلك 2,600 من مشاة البحرية، وفيها قيد الخدمة 29 غواصة و69 سفينة سطح قتالية، فرقاطات وزوارق صاروخية وكاسحات ألغام وسفن إنزال. وتوجد لدى القوات البحرية مجموعة جوية، ويخدم في القوات الجوية الإيرانية 30,000 عسكري، بما في ذلك 12,000 في قوات الدفاع الجوي. وتضم القوات الجوية حوالي 330 طائرة حربية، بما في ذلك 180 مقاتلة أمريكية وسوفيتية وبريطانية، و 120 طائرة نقل عسكرية وقاذفات أمريكية وروسية وطائرات تدريب، وأكثر من 30 مروحية قتالية. إذا كنت لا ترى إلا ما تثبته الحقائق ولا تسمع إلا كل ما يقال، فأنت في الحقيقة لا ترى ولا تسمع. بلا شك هناك الكثير من الأحداث والقصص التي يسكنها الغموض ولا يوجد لها تفسير. هي أشياء استثنائية بأسرارها وعجائبها وحوادثها، بعضها تم تفسيره، ورغم ذلك أصبحت بتفاصيلها المعقدة مدعاة للدهشة والإثارة المسكونة بالغرابة والحيرة معا. إنها لعبة غامضة، أسلاكها شائكة وأبعادها ضمن نطاق البحث والتحقق. قناة هل تعلم، حيث الغموض سر لم يفصح عنه، لوقائع وأحداث وقصص مرعبة تفاصيلها متنوعة ومقيدة ضد مجهول. قم بالاشتراك الآن في قناة هل تعلم غموض، وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل غموض. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟